السلام عليكم يا شباب، كلكت تالت مرة لنفس المحاضرة بعد ما سجلتها لكم قبل كده مرة والتانية باظت في نصها. ان شاء الله دي المرة التالتة وربنا يكملها على خير والمحاضرة تكمل ان شاء الله. في الفيديو ده هنشرح المحاضرة الرابعة دكتورة هناء. المحاضرة دي يا شباب هنبدأ فيها في جزء جديد، بعد ما خلصنا جزء الايمالشن هنبدأ في جزء جديد اسمه السسبنشن. قبل ما نبدأ الشرح في كلمة سسبنشن، تعالى نفهم ايه الفرق اصلا بين كلمة سسبنشن وايمالشن اللي احنا شرحناها. ايمالشن يا شباب بالعربي كده معناها مستحلب، اما سسبنشن بالعربي معناها معلق. الفرق بين المستحلب والمعلق ببساطة كده، مستحلب يعني هجيب مية وزيت وهخلطهم ببعض. تخلطهم ببعض ازاي؟ انك تضيف عليهم ماده اسمها ايمالسيفاينج ايجنت، ماده بتخلط الميه والزيت ببعض. اما معلق اللي هو سسبنشن من الاسم كده، بجيب ماده صلبه اعلقها في الميه. يعني تتعلق فيها؟ يعني تنتشر فيها لكن ما تدوبش. فيقول لك انت هتحط الميه وتحط فيها ماده صلبه ما بتدوبش فيها. واحد ذكي يروح قايل حاجه بسيطه خالص، يقول لي معنى ان هي ما بتدوبش يعني هتترسب في قاع الانبوبه اللي انت حاطط فيها الميه، او في قاع علبه الدواء، او ايا كان. صح فعلا، لو ماده ما بتدوبش في الميه وحطيتها على الميه فهتترسب في قاع الانبوب. قال لك ما هو زي ما انت خليت الميه والزيت يختلطوا ببعض بماده اسمها ايمالسيفاينج ايجنت، هتخلي الماده اللي ما بتحبش الميه ما تترسبش، تفضل متعلقه فيها بماده اسمها سسبندنج ايجنت، ماده معلقه. فاول حاجه يقول لك ايه هي اوجه التشابه بين السسبنشن والايمالشن وايه هي اوجه الاختلاف. بالعربي كده مع بعض، اوجه التشابه للاتنين انظمه انتشار. في الايمالشن في انترنال فيز واكسترنال فيز، بينتشروا جوه بعض لكن ما بيدوبوش جوه بعض. نفس الكلام في السسبنشن، في انترنال فيز واكسترنال فيز. انترنال فيز اللي هي الماده الصلبه، والاكسترنال فيز اللي هي الميه، برضو بينتشروا في بعض لكن ما بيدوبوش بعض. الاتنين بيكونوا في الحجم الكروسيه اللي هو من 1 ل 30 مايكرون. ما احنا خلاص عرفنا ان الكروسيه او حجم الجزيئات يا اما يكون كولايدر، يا اما يكون فاين، يا اما يكون كروسيه. حجم الكروسيه ده من كام لكام؟ من 1 ل 30 مايكرون. الاثنين في نفس الحجم. اخر حاجه ان الاثنين في الاخر المحصله بتاعتهم ليكويد. الايمالشن عباره عن سائل وسائل اللي هم ميه وزيت، اما السسبنشن عباره عن سائل وحته صلبه جواه، بس في الاخر هو عباره عن سائل بيتشرب متوزع جواه حاجات صلبه. يبقى اوجه التشابه بين الايمالشن والسسبنشن ثلاث حاجات: ان هما الاثنين انظمه انتشار، ان هما الاثنين في حجم الكروسيه من 1 ل 30 مايكرون، ان هما الاثنين عباره عن سوائل. طب اوجه الاختلاف ان الايمالشن عباره عن سائلين غير ممتزجين، اما السسبنشن عباره عن ماده صلبه بحطها في الميه لكنها ما بتدوبش فيها. ان الايمالشن عباره عن اويل ووتر وايمالسيفاينج ايجنت، اما السسبنشن عباره عن ليكويد ميه او زيت وماده صلبه ما بتدوبش فيهم، انسوليبل سوليد، ومعاهم حاجه اسمها سسبندنج ايجنت يعني ماده معلقه. تعالى نقرا الكلام ده بقى. اول حاجه السسبنشن اللي هو المعلق، افتكر هو معنى كلمه معلق يعني هجيب ميه واحط ماده ما بتدوبش فيها، ما بتدوبش يعني تترسب. قال لك لا، بكون حاطط قبلها حاجه اسمها سسبندنج ايجنت، ماده معلقه تخليها بدل ما تترسب تفضل منتشره في الميه معكراها كده، او جبت زيت وحط ماده برضه ما بتدوبش في الزيت وهكذا. فيقول لك السسبنشن وات ار ذا سيميلاريتيز، ايه اوجه التشابه اند ديفرنس والاختلاف بين الايمالشن والسسبنشن. السيميلاريتيز الاثنين ديسبيرسيت سيستم، الاثنين كروسيه ديسبيرش يعني حجمهم من 1 ل 30، الاثنين بيكونوا ليكويد بريباريشن. يبقى بوس ار بوس ار بوس ار، انت بس علم على كلمه ديسبيرس وكروسيه وليكويد. بعد كده اوجه الاختلاف ان الايمالشن عباره عن سائلين غير ممتزجين، اما السسبنشن عباره عن سائل بحط فيه ماده ما بتدوبش فيه. الايمالشن تو ليكويد فيس ار ايميسيبل، السائلين غير ممتزجين. اما هنا في السسبنشن اكسترنال فيس ميه، اما الانترنال فيس انسوليبل سوليد، ماده صلبه ما بتدوبش فيه. الايمالشن عباره عن ايه بقى؟ تو ليكويد ومعاهم ايمالسيفاينج ايجنت اللي هي الماده اللي بتخليهم يكونوا ايمالشن او يختلطوا ببعض، اما السسبنشن عباره عن ليكويد ومعاه انسوليبل سوليد يعني ماده ما بتدوبش فيه، ونحط عليهم سسبندنج ايجنت عشان يخلي الماده دي بدل ما تترسب لانها ما بتدوبش فيه يخليها تنتشر او تتعلق في السسبنشن. يبقى كده لما اجي اعرف السسبنشن اقول عليه ايه؟ اي تعريف يجي في بالك. واحد يعرف السسبنشن يقول ايه؟ هي عباره عن ماده صلبه انا طحنتها كويس بتنتشر في سائل هي ما بتدوبش فيه، فيقول لك ايه؟ فاينلي ديفايدد سوليد، فاينلي ديفايدد سوليد، ماده صلبه انا طحنتها ونعمتها كويس هيحصل لها ديسبرشن، انتشار. انتشار اهي الماده اللي بيحصل لها انتشار دي اسمها ديسبرسيت فيز ولا ديسبرسيت ميديم؟ ديسبرسيت فيز لانها هي الوسط الداخلي. هيحصل لها انتشار فين بقى؟ في سائل هي مش بتدوب فيه، which insoluble in vehicle، عمرها ما تكون بتدوب في الفيكل في السائل اللي انا هحطه اللي هو اسمه ديسبرشن ميديا. يبقى ايه هو السسبنشن؟ انتشار لماده صلبه انا طحنتها كويس اسمها ديسبرسيد فيز، في وسط هي ما بتدوبش فيه اسمه ديسبرسيد ميديا. يبقى ديسبرشن اوف فاينلي ديفايدد سوليد ديسبرسيد فيز which is insoluble، واللي بيكون غير ذائب في الفيكل اللي هو اسمه ديسبرشن ميديا. يبقى ده تعريف السسبنشن واوجه التشابه والاختلاف بينه وبين الايمالشن. كلام عبيط. بعد كده يقول لك ايه؟
التايب اوف ديسبيرشن ميديوم. احنا قلنا بقى ان اي سسبنشن في الدنيا بيتكون من ايه؟ من ديسبيرسد فيس وديسبيرشن ميديوم. الديسبيرشن ميديا دي ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون ميه، ممكن تكون زيت، ممكن يكون حجمها كروسيه اللي احنا عارفينه من 1 ل 30، وممكن يكون حجمها كولايدال. فيقول لك ايه بقى؟ بص، يبقى الديسبيرشن ميديوم لها ثلاث انواع: ميه او زيت اللي هي السائل يعني، والميه او الزيت دول لهم نوعين، يا اما يكونوا في حجم الكروسيه اللي هو احنا عارفينه من 31 مايكرون، يا اما يكون كولايدر اللي هو الحجم الصغير خالص اقل من نص مايكرون. فروح قايل لك ايه بقى؟ تايب اوف ديسبيرشن ميديوم بتاعت السسبنشن، موست اوف ديسبيرشن ميديوم ار اكواس، اغلب الديسبيرشن ميديا بتاعتك بتكون ميه، اكواس يعني ميه. اما الاحتمال التاني انها تكون مذوب عضوي او زيت، اورجانيك سولفنت اور اويلي ان ناتشرال، ممكن تكون مذوب عضوي او زيت، حجم ممكن يكون كولايدر او كروسيه. رقم 3 ممكن يكون كولايدر او كروسيه. احفظ بس الامثله على الكولايدر وسيبك من الشرح بتاع الاثنين لانه في لخبطه، والخبطه دي من الكتاب مش من الشرح بتاعي ولا كانك شايفها. تعرف بس ان الكولايدر الامثله عليه الالومنيوم هيدروكسيد والمغنيسيوم هيدروكسيد سسبنشن، يعني السائل الالومنيوم هيدروكسيد والمغنيسيوم هيدروكسيد. تمام يا شباب؟ اهو يبقى الديسبيرشن ميديا هنقولها تاني وهي مش مهمه قوي، انها ممكن تكون ميه وده الغالبيه الموست، وممكن يكون اورجانيك سولفنت يعني مذيب عضوي اللي هو زي الزيت يعني، وممكن يكون في حجم كروسيه او حجم كولايدر. خلصت؟ ايه هي الصفات اللي بتميز اي سسبنشن عشان تقول عليه ان هو ويل فورميوليتد سسبنشن؟ يعني تقول عليه انه سسبنشن 100 100، ما فيهوش غلطه، سسبنشن كويس جدا ما فيهوش غلطه. بص يا سيدي، هو السسبنشن ده بيتكون من ايه؟ وركز معايا بقى، بيتكون من سائل اللي هي الميه، وبحط فيها الماده الصلبه اللي ما بتدوبش فيه. طبيعي اول ما احط الماده الصلبه دي هتنتشر ولا ترسب في قاع الانبوبه او في قاع علبه الدواء؟ هترسب في قاع علبه الدواء. ادينا دكتور مثال على المعلومه دي عشان افهم كويس. عارفين يا شباب المضادات الحيويه بتاعه الاطفال اللي موجوده في الصيدليه؟ الناس اللي نزلت الصيدليه تعرف الموضوع ده. إيه، تلاقي المضاد الحيوي في علبه على شكل بودره، وتروح انت مطلع للمريض معاها إيه كيس ميه، تقول له هتحل مثلا البودره اللي في العلبه دي ب 50 مللي ميه، ب 100 مللي ميه. هي نفس الفكره دي، المضادات الحيويه بتاعه الاطفال بتتصنع على شكل سسبنشن، بودره وبحلها في ميه، لكن البودره دي عمرها ما تكون بتدوب في الميه. امال اللي بيحصل؟ بتنتشر في الميه، عشان دايما كده تيجي تبص على اي مضاد حيوي بتاع اطفال تلاقيه معكر كده. طيب لو انا عاوز اعمل بقى سسبنشن كويس، معلق كويس، البودره دي تنتشر كويس في الميه، عشان اضمن ان العيل الصغير لما ياخد الدواء يبقى كميه البودره متساويه في كل جرعه هياخدها، تبقى البودره منتشره في كل الميه، اعمل ايه؟ قال لك لازم يكون فيه اربع حاجات موجودين في السسبنشن بتاعك عشان تقول عليه انه ويل فيرميوليتد، انه تكون صح. اول حاجه، انت رحت جايب علبه الدواء بتاعت المضاد الحيوي اللي فيها البودره دي وفضيت فيها الكيس بتاع الميه، فانت كده عملت السسبنشن، لان البودره دي ما بتدوبش في الميه لكن موجود معاها سسبندنج ايجنت بيخليها تتعلق في الميه. حلو، تلاقي دايما كل المضادات الحيويه دي مكتوب عليها يرج جيدا قبل الاستعمال، يرج جيدا قبل الاستعمال، لازم ترقه كويس جدا قبل تستخدمه. ايه السبب؟ ان بالرغم من ان الماده الفعاله بتاعتك اللي هي شويه البودره دول معاهم سسبندنج ايجنت بيخليها تتعلق في الميه، الى انها برضو في الاخر هتبدا تترسب واحده واحده. عارف كل وظيفه السسبندنج ايجنت ايه؟ ان هو بيأخر عمليه الترصيب، ما يخليهاش تترسب بسرعه قوي، تترسب ببطء عشان تلحق انت تخلص الدواء قبل ما تبدا تترسب بكميات كبيره. فيقول لك بس لازم تاخد بالك بقى، بما انها فعلا ممكن تترسب يبقى في حاجات مميزات كده لازم تاخد بالك منها. اول حاجه، انت رحت عامل الدواء للعيل الصغير وجيت تديهوله ورحت راجج الدواء كويس، رجيت ليه؟ عشان البودره ما تكونش مترسبه تحت وتنتشر في السائل بتاع المحلول بتاع المضاد الحيوي. حلو، وجيت تدي العيل الصغير وانت قبل ما تديله كده بتبص لقيت ان البودره انتشرت فعلا، وانت بترج اول ما بطلت رج وجاي تديله الماده الدواء لقيت ان البودره رجعت اترسبت تحت تاني. فيقول لك ده كده يبقى سسبنشن وحش جدا. عشان تقول على السسبنشن بتاعك كويس لازم تفضل البودره متعلقه في الميه لفتره كويسه. ايه هي الفتره دي؟ الفتره ما بين من انك كنت بترج ازازه الدواء وما بين انك هتدي المريض الدواء، هتدي الطفل الصغير ده الدواء، في فتره كده حوالي دقيقه 15 ثانيه. يقول لك ممكن لو السسبنشن ده وحش بعد ما ترج على طول هينتشر فعلا، وفي ثانيه يروح راجع نازل تاني مترسب تحت، يبقى انا ما استفدتش حاجه من الرج لاني كده بدي العيل الصغير شويه ميه والماده الفعاله مترسبه في قاع الانبوبه. فيقول لك اول حاجه تاخد بالك منها عشان انت بتصنع سسبنشن، عشان اقول عليه ان هو سسبنشن كويس، ان الماده الفعاله تفضل متجانسه مع الميه في الفتره ما بين انك رجيت وخليتها انتشرت في الميه وانك رايح تدي للمريض الدواء، يبقى لازم تفضل ما تترسبش على طول يعني، تفضل موجوده لحد ما تدي المريض الدواء بتاعه. تمام. الحاجه الثانيه، ان اصلا لما تيجي ترج الماده الفعاله المترسبه دي ترجع تنتشر تاني، لان في مواد فعاله
بتترسب تيجي تعمل لها شيكينج رج يعني ما يحصلهاش ريسسبنشن يعني ما يوعدش تعلقها تاني ما تتعلقش تاني في الميه خلاص هي اترسبت مش هترجع تاني. فقال لك ده عيب طبعا. يبقى الميزه الحاجه التانية تاخد بالك منها وانت بتصنع السسبنشن ان لازم لما تعمل شيكينج الماده الفعاله تكون ريسسبنسد ترجع تتعلق تاني في السائل مش تكون عمال ترجع على الفاضي وهي برضو ثابته تحت في الارض. تمام. الحاجه التانية او الثالثه ان السائل اللي انت بتصنع منه السسبنشن يكون تخين شويه سميك حاجه كده قريب من الجل او العسل مش زيهم قوي يعني برضو يعني مش سميك قوي كده سمكه نص نص. ايه السبب؟ شفت حط شويه بودره كده او شويه دقيق وارميهم على الميه على على كوبايه ميه شويه منهم هينزلوا يترسبوا وشويه يتعلقوا في الميه. انما نفس الكوبايه حط فيها شويه جل وارمي عليهم البودره او الدقيق هل هتقدر البودره او الدقيق تخترق الجل وتترسب تحت؟ لا طبعا. فيقول لك كل ما كانت الماده اللي هتصنع منها السسبنشن بتاعك سميكه كل ما هتمنع عمليه ترسيب الماده الفعاله تحت لانها اصلا بتمسك الماده الفعاله مفيش فراغات بين جزيئاتها عشان الماده الفعاله تمر وتترسب تحت. ده انا راميها على جل والجل هيخلي حاجه تخترق وتعدي تحت؟ لا بس انا طبعا مش تبقى جل يعني تبقى سميكه شويه اكتر من الميه عشان تقدر تمسك الماده الفعاله. كل ما الماده الفعاله تيجي تقع تروح هي سندها وتقول لها ما تنزليش انا اللزوجه بتاعتها تحافظ على الماده الفعاله ما تخليهاش تترسب. اخر ميزه لازم اخد بالي منها وانا بصنع السسبنشن عشان يكون سسبنشن جيد ان حجم الجزيئات بتاعت الماده الفعاله اللي هي البودره احنا قلنا تكون فاينلي ديفايدد يعني مطحونه كويس قوي فحجم الجزيئات بتاعتها تكون ايه سمول عشان تديني سسبنشن سمص ناعم واليجانت شكله مميز. حتى يعني بص اقول لك على حاجه افرض ان احنا رحنا صنعنا سسبنشن الماده الفعاله حجم الجزيئات بتاعتها ضخم جدا البودر حجم جزيئاته ضخم وانت رجيت والجزيئات دي راحت منتشره فعلا في السائل جيت تبص عليها كده لقيت ان حجم الجزيئات ضخم قوي عارف مش هترضى تدي الدواء لاخوك الصغير او لابنك ليه؟ هتقول ده شكل الدواء ده دواء فاسد ده الماده الفعاله اللي هي بتاع اتكونت كتل وباظت. فيقول لك لازم تكون عامل حجم الجزيئات بتاعت الماده الفعاله صغيره عشان يبقى الايمالشن السسبنشن بتاعك سمس واليجانت ليه شكل مميز. فيقول لك ايه هي الاربع حاجات البروبرتيز او اربع صفات تاخد بالك منها وانت بتعمل فورميوليشن للسسبنشن بالعربي كده انه يفضل هوموجينس متجانس مع السائل ما بين عمليه الشيكنج وعمليه اخذ الجرعه. تاني حاجه ان لما تعمل اجيشن او شيكنج يعني ترج الازازه الماده الفعاله بتاعتك يحصل لها ريسسبنس ترجع تتعلق تاني ما تفضلش مترسبه. الحاجه الثالثه ان السائل بتاعك يكون سك سميك شويه عشان يمنع عمليه السيديمينيشن او عمليه البريسيبتيشن عمليه الترسيب. الحاجه الرابعه ان حجم الجزيئات بتاعت الماده الفعاله لازم تكون سمول. تعالى نقرا الكلام ده بقى. اول حاجه لازم تاخد بالك منها ريمين سفيشنتلي هوموجينس لازم يكون متجانس فور بيريود لازم الماده الفعاله تكون متجانسه مع الميه في الفتره ما بين انك بترج الازازه وبتدي المريض الجرعه بتوين شيكينج اند تيكن ذا دوز. الحاجه الثانيه سيديمنت. سيديمنت معناها كميه البودر اللي ترسبت في قاع العلبه بتاعه الدواء فورميد ري سسبنسد لازم ترجع تتعلق تاني مباشره بعد ما ترج الازازه اجين باي اجيشن اور شيكينج. اول ما تبدا ترج لازم ترجع كل الحاجات اللي كانت مترسبه تحت تنتشر تاني في علبه الدواء او في السائل عشان تدي جرعات مظبوطه. تالت حاجة ان السسبنشن بتاعك may be required لازم يكون سك سميك عشان يقلل معدل الترسيب to decrease the rate of sedimentation اي حاجة تيجي طاعه هو يمسكها بسمكه. ان المادة الفعالة بتاعتك اللي متعلقة suspensed particles يعني المواد الفعالة المتعلقة لازم تكون حجم الجزيئات بتاعتها صغير must be small عشان تديني smooth and elegant product تديني منتج ناعم ومظهره جيد. تمام يا شباب دي الحاجات اللي اخد بالي منها وانا بحضر السسبنشن. اما ايه هي التطبيقات بتاعه السسبنشن؟ السسبنشن تقريبا ليه 8 استخدامات مظبوط. اي سسبنشن في الدنيا بيكون ليه 8 ابليكانت 8 تطبيقات او 8 يوزز 8 استخدامات او 8 ادفانتج 8 مميزات بستخدم فيهم السسبنشن كدواء. مش فاهم يا دكتور يعني هو انا ليه مثلا صنعت المضاد الحيوي بتاع الاطفال على شكل سسبنشن ليه مثلا مش صنعته على شكل سوليوشن او ايمالشن او كده اشمعنى السسبنشن وهكذا. يعني يقول لك ليه فضلت السسبنشن عن الاشكال الدوائيه الثانيه الدوزج فورم الثانيه زي الحبوب والكبسولات والحقن وغيره ليه في بعض الاحيان بفضله. يعني مثلا عندك طفل صغير ما بيعرفش يمضغ او يلع او يبلع اروح مديله حبايه؟ او راجل كبير في السن قوي ما بيعرفش يمضغ او يلعب اروح يبلع اروح مديله حبايه؟ لا طبعا اديله سسبنشن. فيقول لك اول ميزه للسسبنشن ان هو سائل فبينفع قوي مع الناس اللي هي difficult in swallow او difficult to swallow صعب جدا في المضغ المضغ عندهم صعب مفيش سنان. فيقول لك ايه suitable for young and old people مناسب للناس الصغيره في السن والكبار في السن
هو ار ديفيكالت تو سوالو، واللي عندهم صعوبه في المضغ، تمام، مناسب للاطفال الصغيره والكبيره في السن اللي عندهم صعوبه في المضغ، تمام. المعلومه اللي بعد كده رقم 2، علمني عليها كده عشان ده شغل امتحان بقى، علمني عليها كويس جدا عشان ده شغل امتحان. بصوا شباب، عندنا المواد دي ماده اسمها كالوين، ماده اسمها ام جي ترايسيليكيت، وماده ثانيه اسمها ام جي كربونيت. ثلاث مواد هم الكالوين والام جي ترايسيليكيت والام جي كربونيت. مالهم المواد دي؟ قال لك دول من اشهر المواد اللي لو خدتهم يعني كدواء بيخشوا المعده، ينظفوا المعده من اي غازات او سموم موجوده فيها. ها، الكالوين والام جي ترايسيليكيت والام جي كربونيت، دول بينظفوا المعده من اي غازات او سموم موجوده في المعده. قال لي طيب ايه علاقه ده بالسسبنشن؟ قال لك في حاله انك عملت المواد الفعاله دي في شكل سسبنشن، يعني حطيتهم في سائل ما بيدوبوش فيه، ساعتها مساحه سطح التفاعل بتاعتهم بتزيد. ليه؟ لانهم حرين، مش دايمين في حاجه، هم يدوب منتشرين، فمساحه سطح التفاعل بتاعتهم بتزيد، فالبوتنسي بتاعتهم بتزيد، اللي هو القوه بتاعتهم بتزيد، فبيخرجوا التوكسينز والجازز بشكل اكبر بكتير، بيطردوا السموم والغازات من الجسم، بيعملوا حاجه اسمها شباب ادزوربنت، بمعنى السموم والغازات منتشره على سطح المعده، هم يروحوا واخدينها من على سطح المعده على سطحهم هم، على سطح الماده الفعاله دي، ويروحوا واخدينها وخارجين بها بره الجسم. ده مش بس وقفوا على انهم يطردوا السموم والغازات من المعده، ده كمان ظبطوا الحموضه بتاعت المعده. يقول لك حاجه، بيعملوا حاجه اسمها ايه؟ نيوترلايز الاسيديتي، بيظبطوا الحموضه بتاعت المعده، لو في حموضه عندك حموضه او حمو يعني، هي بيظبطوا الحموضه دي، مهم جدا الاستخدام ده. يبقى السسبنشن مناسب جدا للمواد اللي بتطرد الغازات والسموم من المعده زي الكالوين والمغنيسيوم ترايسيليكيت والمغنيسيوم كربونيت. حاله انك صنعتهم على سسبنشن بيكون لهم هاي سيرفيس اريا، فالبوتنسي بتاعتهم بتزيد، فبيطردوا التوكسينز وبيعدلوا حموضه المعده. اقرا معايا الكلام ده. سويتابل فور دراج، مناسبه للادويه ذات ادزورب الجازز اللي تمتص الغازات اند التوكسينز والسموم فروم الجي اي تي من المعده، زي مين؟ الكالوين والام جي ترايسيليكيت والام جي كربونيت. ازاي يعني؟ This formulation تحضرهم على شكل suspension will provide high surface area، يخلي مساحة سطحهم أعلى بكتير، فيزود البوتنسي، فيسمح لهم على القدرة على أنهم يمتصوا السموم من الجسم، وكمان يعادلوا حموضة المعدة. Allow ability to absorb toxin and neutralize excess acidity. مهمة جدا رقم 2. يبقى أنا عندي 8 استخدامات أو مميزات للsuspension، خدنا أول 2 منهم. أول واحد فيهم أنه في صعوبة في المضغ، تاني واحد أنك لو عاوز تستخدم مواد من اللي بتطرد الغازات والسموم من المعدة. تالت حاجة، السسبنشن بيكون مناسب لانواع معينه من المواد زي مضادات الحموضه زي ما لسه قايلين فوق، لانه بيزود مساحه السطح التفاعل بتاعتها، فبتقدر تعادل اكبر قدر من الحموضه في المعده فيريح المعده. تاني حاجه، المواد الفولاتايل اللي هي المتطايره، لو انت مثلا عندك ماده شباب زي المنثول، ودي ماده فعاله اسمها فولاتايل اويل جايه من النعناع. المنثول ده فولاتايل يعني متطاير، سهل جدا ان هو يتكسر ويتبخر من العلبه بتاعه الدواء. قال لك المواد المتطايره زي المنثول اللي هي الفولاتايل زي المنسول، النوع ده من المواد لو صنعته مثلا في شكل سليوشن محلول هتطير بسهوله، لانها هي كده بقت دايبه في السائل، فبقت زيها زي السائل متعرضه للهواء، تقدر تتكسر وتدوب بسهوله. اما في حاله السسبنشن فالنوع ده من المواد عمليه التطاير بتاعتهم بتقل، عمليه التطاير بتقل. وفي ملحوظه هقولها لك كمان شويه على المنسول ده، اللي هي ايه الملحوظه دي؟ قال لك بقى لو عاوز فعلا المنسول ما يتطيرش في السسبنشن ويديك حاجه اسمها برولونجد اكشن، يعني تاثير ممتد المفعول، بدل ما الدواء يشتغل لمده ساعه واحده يشتغل لساعتين وثلاثه واربعه، يفضل معالج الجسم لفتره طويله، قبل ما تحط المنسول بتاعك في سائل ما بيدوبش فيه عشان تعمل سسبنشن، ابقى حمل المنسول ده على كربونات مغنيسيوم ام جي سي او 3. حملها على ايه؟ على كربونات مغنيسيوم ام جي سي او 3. يبقى اهو السسبنشن مناسب لايه؟ للمواد اللي هي ايه؟ الانتا اسيد، مضادات الحموضه. والمواد التانية اللي هي ايه؟ المواد الفولاتايل اللي بتتطاير بسهوله، زي مين؟ المنسول. ماله يا سيدي المنسول ده؟ اف بريبيرد ان فورم اوف سسبنشن ات ويل ديكريز الفولاتايزيشن، عمليه التطاير بتاعته هتقل، خصوصا لو حطيته على ام جي سي او 3 اف ابزوربد على كربونات المغنيسيوم. ساعتها ده قبل ما تحضره في شكل سسبنشن تحمله على كربونات المغنيسيوم زي ما قلت لك، ده هيديني مور برولونجد ريليز، هيفضل شغال في الجسم لفتره اطول، تمام؟ ده الاستخدام التالت. في بعض الادويه تانية مش مفضل ان اصنعها في شكل سوليوشن، لكن الاحسن ان اصنعها في شكل ايمالشن. فيقول لك ايه؟ موست دراج، اغلب الادويه ار نوت ديسايربل، مش مفضل خالص بالنسبه لي ان احضرها في شكل سوليوشن، اف بريبيرد اس سوليوشن، لو حضرتها في شكل سوليوشن. امال اعمل ايه يا سيدي؟
زي مين المواد دي؟ يعني زي مادة فعالة مشهورة جدا يا شباب اسمها الباراسيتامول. يبقى زي مادة فعالة مشهورة جدا اسمها ايه؟ الباراسيتامول. مالها الباراسيتامول دي؟ الناس اللي نزلت صيدلية هتلاقي ان في مسكنات او خافض للحرارة موجود في الصيدلية مادته الفعالة باراسيتامول، اللي هي أدوية الشرب. يعني يبقى عيل صغير مثلا عنده سنة ولا سنتين وحرارته مرتفعة، فتلاقي الدكتور بيكتب له مثلا على سيتال اللي هو المادة الفعالة بتاعته باراسيتامول، حتى لو عنده كام شهر. الباراسيتامول كمادة فعالة مادة طعمها مر قوي، فالعيال الصغير مش هيقبلها، هيتف الدواء. طب الحل ايه بقى؟ نغطي الطعم المر ده جوه حاجة تخفيه، نصنعه في شكل سسبنشن ان هو يكون منتشر جوه سائل ما بيدوبش فيه، فالسائل هو اللي هيدخل عن طريق الفم، انا مش حاسس بطعم السائل، لكن السائل شايل جواه الباراسيتامول اللي انا مش عارف ادوق طعمه لانه مستخبي جوه السائل منتشر فيه. فيقول لك ايه؟ اغلب الادويه ما بتتصنعش بشكل سوليوشن. زي مين يا سيدي؟ الباراسيتامول ويتش تيكن از سسبنشن. بيشتغل سسبنشن ليه؟ اللي هي رقم سي، سيبك من اي وبي. سسبنشن ليه؟ مور بريفيرد ان تشيلدرن، المفضل قوي في الاطفال، لانه مور بالتيبل اند سويتيبل، لانه بالتيبل يعني مقبول بالنسبه لهم اكتر، وسويتيبل يعني مناسب ليهم اكتر، اللي هو السسبنشن يقدروا يبلعوه بسهوله ومغطي على الطعم المر بتاع الباراسيتامول. إيه رقم اي وسي ملهاش علاقه بال اي وبي، ملهاش علاقه بالموضوع. ان لو المواد يعني يقول لك في ادويه ما ينفعش في شكل سوليوشن، زي المواد الفولاتايل، المواد المتطايره، وحاجه اسمها الجزير اللي هي شبه الادويه الحيويه، المضادات الحيويه اللي موجوده في الصيدليه. انا يهمني معلومه الباراسيتامول بصنعها في شكل سسبنشن ليه؟ لانه ساعتها هيكون مناسب اكتر للاطفال، موري بريفيرد ان تشيلدرن، لانه بالتيبل بالنسبه لهم مقبول وسويتيبل مناسب. يبقى الاستخدام الثالث والرابع ايه؟ ان السسبنشن مناسب لادويه مضادات الحموضه، الادويه المتطايره زي المنسول، ولو افضل تحمل المنسول قبل ما تحطه في السسبنشن على ام جي سي او 3. كمان مناسب للادويه اللي طعمها مر زي الباراسيتامول، لانه ده بيكون مناسب للاطفال ومقبول بالتيبل وسويتيبل. تمام، تعال نشوف رقم 5 و6. حتى رقم في هنا برضو بيكمل لك الملحوظه بتاعت المنسول، بياكد عليها تاني. ذا فولاتايل كومباوند ساتش از منسول، المواد المتطايره زي المنسول، اف بريبيرد ان سوليوشن، لو تحضرت بشكل سوليوشن ويل بي لوست رابيدلي، فيري رابيدلي، هتخسرها بسهوله. اما لو حضرتها في شكل سسبنشن بات نوت لوست ويز سسبنشن، لكن لو حضرتها في شكل سسبنشن هاز برولونجد اكشن، هيكون لها تاثير ممتد المفعول زي ما قلنا فوق. كمان السسبنشن يا شباب ممكن تستخدمه في صناعه المستحضرات اللي تدين على الجسم من بره، زي حاجه مشهوره جدا، انا متوقع المثال ده يجي في الميد تيرم. نوع مشهور جدا من الدهانات اللي بتتحط على الجسم اللي هو بتاع حمو النيل، اسمه الكلاميل، الكلامين لوشن، وبعض الباستس اللي هي الصبغات. فيقول لك السسبنشن سويتيبل فور دراج ذات ابلاي توبيكالي، مناسب لادويه كتير بتدين على الجلد من بره او على الجسم من بره، زي مين؟ الكلاميل لوشن والباستس. الكلاميل لوشن والباستس. رقم 7 مناسب جدا للحقن. اشمعنى يعني؟ عشان هو بيتحكم لي في معدل اطلاق الماده الفعاله من الحقنه. السسبنشن زي ما قلت لك ان هو بيوفر لي حاجه اسمها برولونجد اكشن، فيخلي الحقنه تفضل تشتغل، الابزوربشن بتاعها تتحكم في معدل امتصاص الماده الفعاله، يقعد كتير ولا تشتغل بسرعه. فيقول لك سويتيبل فور بارنترال ادمنستريشن، مناسب قوي لانها تتصنع منها حقن. تو كنترول عشان بتتحكم في معدل امتصاص الماده الفعاله، لان الماده الفعاله بتكون منتشره جوه السائل، فالسائل هو اللي بيسمح انها تمتص او لا. تو كنترول ذا ريت اوف ابزوربشن اوف دراج. بسالك هنا ملحوظه بسيطه، الافضل ان السسبنشن لما تيجي تصنعه في الحقن الاي ام اللي بتتاخد عن طريق العضل مش الوريد. اشمعنى؟ لانك عارف ان السسبنشن الماده الفعاله اللي فيه مش دايبه، ففي كتل للماده الفعاله حتى لو كان حجمها صغير. الكتل الصغيره بتاعت الماده الفعاله دي ممكن تقفل الوريد، ما حاجات صلبه داخله الدم ممكن تقفل الوريد، تعمل حاجه اسمها بلوكينج، تقفل الوريد خالص. او ممكن تعمل حاجه اسمها اريتيشن، ان انت عمال تدي للمريض حقنه، فالسن بتاع السرنجه اللي هي الابره يعني عمال يخرج منها كتل ضخمه عليها، هي متعوده على سائل، لكن السائل ده بيخرج معاه مواد غير دايبه. يقول لك ممكن المريض يحس بالتهابات شديده لانك عمال تدي الحقنه بصعوبه، فيحس بالاريتيشن. فيقول لك يبقى الافضل لما تيجي تصنعه بارنترالي افضل للاي ام مش الاي في، لانه ممكن يقفل النيرف بلوكينج نيرف وممكن يسبب اريتيشن. يبقى الاستخدام رقم 5 و6 تاني. 5 ان هو مناسب للحاجات اللي بتدين على الجلد من بره، ابلاي توبيكال زي الكلامين لوشن والباست. 6 ان هو مناسب للبارنترال ادمنستريشن، الحاجات اللي هي بتتاخد حقن، يعني خصوصا الحقن اللي بتتاخد في العضل. ليه؟ لانه بيتحكم في معدل امتصاص الماده الفعاله، ما ينفعش في الوريد. ليه؟ لانه ممكن يقفل الوريد بلوكينج النيرف، وكمان بيعمل حاجه يا شباب قلناها ان هو بيعمل اريتيشن التهابات. تعالوا نشوف بقى الاستخدام رقم 7 والاستخدام رقم 8. واحنا صغيرين في ابتدائي يا شباب كنتوا خدتوا كده، او كلنا خدنا حقنه في كتفنا اللي هي سايبه علامه لحد دلوقتي دي. يقول لك ده تطعيم مثلا ضد مثلا
الضرم، تطعيم ضد واحنا صغيرين خالص ضد شلل الاطفال، تطعيم ضد الكوليرا، تطعيم ضد التيفويد. فيقول لك في حاجه اسمها امراض مستوطنه، يعني مش كل دول العالم، تقريبا مصر ودولتين ثلاثه كمان في افريقيا بيطعموا ضد الضرم، لانه هو مرض مستوطن قاعد في البلاد دي بس ما بيروحش بلاد تانية. او شلل الاطفال هنا في مصر الدوله الوحيده تقريبا اللي بتطعم ضد شلل الاطفال. فليه؟ لانه مرض مستوطن هنا في مصر منتشر في مصر. فيقول لك الامصال اللي انت بتاخدها، المصل ده او اللقاح ده بيتصنع على شكل سسبنشن. ليه برضو؟ لان السسبنشن بيعمل لي برولونجد اكشن. مش فاهم يعني انت خدت الحقنه دي وانت صغير، هل رجعت خدتها تاني لما كبرت او بعد سنه او اتنين او تلاته؟ قال لك لا، لانه متصنعه في شكل سسبنشن. فالسسبنشن واخد الامر بانه يخرج الماده الفعاله بكميات قليله كل كام سنه مره، عشان تفضل انت واخد التحصين من صغرك لحد اخر عمرك بتتحصن مره واحده بس ضد المرض ده. فيقول لك ايه بقى، اغلب الفاكسينز، اغلب التحصينات اللي احنا بناخدها بتتحضر في شكل سسبنشن. most of of vaccines، اغلب التحصينات are prepared in form of suspension، بتتحضر في شكل سسبنشن. اخر حاجه، ان السسبنشن مناسب جدا في حالات الاكس راي او الاشعه بتاعت الاكس رايز. ايه الاكس رايز دي يا شباب؟ بص يا سيدي، واحد عاوز يعمل اشعه على المعده مثلا، عنده انسداد معوي، او مثلا واحد اهبل بلع معلقه ولا بلع حديده ولا حاسس بتلبك معوي وعاوز يعمل اشعه، ما ينفعش الاشعه تتعمل والمعده فيها اكل او فيها رواسب او فيها بقايا طعام او فيها اي حاجه على الامعاء مثلا او المعده. الحل نعمل ايه؟ قال لك بنروح مصنعين سسبنشن من ماده فعاله اسمها باريوم سلفيت. اول ما بتخش المعده بتنظفها من كل حاجه جواها. طب ايه يعني؟ مش فاهم ايه وظيفه الباريوم سلفيت. بينظف لي المعده عشان لما اروح اعمل اشعه الاكس راي تكون المعده نظيفه ما فيهاش اي شوائب تمنع ان الاكس راي يصور المعده كويس. فشوف المشكله فين. مش بس كده، قال لك ده احنا احيانا بنستخدم السسبنشن ده زي الايمالشن. قبل ما اعمل اشعه لحد بروح دهني الحته اللي اعمل فيها الاشعه بالايمالشن او السسبنشن، عشان في بعض الاحيان المنطقه دي بتتضرر من الاشعه لو ما دهنتش بسسبنشن او ايمالشن. فيقول لك ايه بقى، سوي تيبل فور الاكس راي كونتراست، مناسبه جدا لما تيجي تعمل اشعه اكس راي ميديا، زي انك تروح واخد سسبنشن من الباريوم سلفيت بي اي اس او 4. ده بيعمل ايه؟ بينظف المعده من اي رواسب فيها لو هعمل اشعه على المعده. يبقى الاستخدام السابع والثامن تاني، الاستخدام السابع ان اغلب الفاكسينات اللي هي التحصينات بتحضر في شكل سسبنشن، اما الاستخدام الثامن انه مناسب للاكس راي، وده لانه مثلا زي الباريوم سلفيت بينظف المعده قبل ما تعمل عليها اشعه اكس راي. في شويه ملحوظات كده، انت قلت ان لما تيجي ضد طفل او عيل صغير مضاد حيوي لازم قبل ما تديله المضاد الحيوي ده تعمل شيكينج، تمام؟ بس تضمن ان من بعد ما عملت الشيكينج لحد ما الطفل خد الدواء ان في كونتاكت بين الماده الفعاله والسائل، ما سابوش بعض وترصبوا تاني. فيقول لك المضادات الحيويه لازم يكون في برولونجد كونتاكت، في اتصال مستمر وطويل المفعول بين الماده الفعاله والسائل. زي مين المضادات الحيويه دي؟ زي ماده مضاد حيوي اسمه امبيسيل. فاول معلومه، المعلومه هايفه كده مش بتتذكر اصلا، برولونجد كونتاكت، اتصال مستمر وطويل بين السوليد دراج، بين الماده الصلبه اند الديسبيرشن ميديا والسائل في حاله الانتي بايوتيك المضادات الحيويه زي الامبيسيل يا شباب، تمام؟ زي مين؟ الامبيسيل. زي ما قلنا ان السسبنشن بيكون اكثر ثباتيه من السوليوشن. السبب ان هو بيساعد على الاستابيليتي بتاعه المواد، بيمنع الفولاتيليتي بتاعتهم. فيقول لك المضاد الحيوي بقى نفسه لو اتصنع في شكل سوليوشن هيكون اقل في الاستابيليتي من السسبنشن. فيقول لك ايه، if they are prepared in solution، لو حضرت المضاد الحيوي في شكل سوليوشن form lead to، هيؤدي الى decrease الاستابيليتي، الثباتيه بتاعه السسبنشن بتاعه السوليوشن بتاعتك هتقل، بتاعه الماده الفعاله هتقل، المضاد الحيوي مش هيبقى ثابت زي الاول، تمام؟ تعال نشوف كم ملحوظه كمان. بص يا سيدي، لو انت عندك ماده فعاله بتتكسر في المي، ماده فعاله بتتكسر في المي، يعني ماده فعاله اول ما بتدوبها او بتحطها في الميه بتدوب فيها وتتكسر، هل دي تنفع سسبنشن في الميه؟ يروح قايل لك لا طبعا. اول حاجه بسببين، السبب الاولاني انها بتدوب في الميه، وانا في السسبنشن اصلا عاوز ماده فعاله ما بتدوبش في الميه او ما بتدوبش في السائل اللي هستخدمه اللي هو مثلا المره دي ميه. ثاني حاجه انها بتتكسر وانا مش عاوز الماده الفعاله تتكسر. فقال لك ايه بقى، في حاله انك قابلت ماده فعاله بتدوب وتتكسر في الميه، عندك حل من الاثنين، يا اما
تروح حاطط المادة الفعالة دي في زيت عشان هي ما بتدوبش في الزيت فهتنتشر فيه فهتعمل لي معلق، يا اما تروح محول المادة الفعالة دي لمشتق من مشتقاتها ما بيدوبش في المية وتروح حطه في المية فيعمل لك سسبنشن. تاني، لو عندك مادة فعالة بتدوب في المية والمية بتكسرها، تخلص من المشكلة دي ازاي وتحضر سسبنشن؟ قالك ابعد عن المية خالص، ده حل، حطها في اي زيت زي الكوكونات اويل، زيت جوزة الهند. او واحد تاني فكر في حل تاني، قالك نروح جايبين المشتق بتاع المادة الفعالة دي اللي ما بيدوبش في المية فالمية مش هتعرف تكسره، صنع منه سسبنشن. فيقولك ايه بقى؟ دراج زاد ديجريديتد ان ووتر، المادة الفعالة تتكسر في المية. زي مين؟ فينوكسي ميسايل بنسلين، فينوكسي ميسايل بنسلين شود بي نان اكواس، اوعى تصنعها في مية. المرة تصنعها في ايه؟ الفيكل بتاعها بيكون كوكونات اويل، زيت جوزة الهند، كوكونات اويل. تمام يا شباب؟ سيب اللي في النص وانزل على تحتها. دراج ديجريديتد ان ووتر، الدواء اللي بيتكسر في المية. نوت بريفيرد، مش كويس او انك تحضره على شكل سسبنشن. تو فورميلات اساس، طب الحل ايه؟ it can be synthesized as insoluble derivatives، يعني تروح جايب منه المشتق اللي ما بيدوبش في المية وبعد كده then formulated as suspension، اكتب لي كلمة suspension وبعد كده تروح محضر suspension. يبقى لو عندي مادة بتتكسر من المية مش كويس انك تصنعها على شكل suspension، طب الحل ايه؟ هات المشتق بتاعها اللي ما بيدوبش في المية وصنعها على شكل suspension. يبقى دول الحالتين، لو عندك مادة بتدوب وتتكسر في المية. في مادة تانية بقى يقولك ايه؟ لو هي بتتحلل في المية، زي مثلا مادة اسمها اوكسي تتراسايكلين HCL. قالك طالما بتتحلل وتتحلل دي غير تتكسر، تتحلل معناها انها حتى لو كانت زائبة او غير زائبة هتتحلل، هتتفتت. قالك ساعتها بقى ما باليد حيلة، ما تصنعاش اقل اصلا في شكل سسبنشن، صنعها في شكل سوليد يعني حباية او كبسولة او اي حاجة تانية، لكن سسبنشن ما ينفعش. يبقى اول ما اشوف كلمة ديجريديتد اقول له حل من الاثنين، يحطها في زيت يحول لاجيب الانسوليبل دريفيتس بتاعها. اما لو اشوف كلمة هيدرولايسد ساعتها اقول له طالما بيتحل بيتكسر في المية هيدرولايسد ان اقوى سوليوشن زي الاوكسي تتراسايكلين اتش سي ال، اقول له ساعتها احضرها في شكل سوليد دوزج فورم، شكل دوائي صلب. يبقى الفينوكسي بنسلين حاجة والاوكسي تتراسايكلين حاجة تانية خالص. لحد الملحوظة دي يا شباب هنوصل لعنوان اسمه الفورميوليشن اند البريباريشن اوف سسبنشن. فورميوليشن يعني تحضير وبريباريشن يعني تجهيز السسبنشن. فورميوليشن وبريباريشن اوف سسبنشن. بص انا عندي حاجتين باخد بالي منهم وانا بحضر السسبنشن، حجم الجزيئات بتاعت المادة الفعالة وان اضيف حاجة اسمها ويتنج ايجنت، وهفهمك بالتفصيل كمان شوية. حجم الجزيئات بتاع المادة الفعالة وانا بعمل فورميوليشن للسسبنشن لازم اخد بالي منه، وان اضيف ويتنج ايجنت يعني ماده مبلله برضو لازم اخد بالي منها. حجم الجزيئات احنا قلناها فوق، لازم يكون حجم الجزيئات صغير. عارف ليه؟ لان لو صغرت حجم الجزيئات ده هيخلي معدل امتصاص الماده الفعاله عالي، فالحيويه والاتاحه بتاعتها للجسم تكون عاليه فاستفيد منها كتير. لما حجم الجزيئات يكون صغير معدل ترصيبها في السسبنشن هيكون قليل، بدل ما اول ما احطها كده على السائل تروح مترصبة تحت، لا بيبقى صغيرة فسهل ان السسبنشن يشيلها. اول ما حط مادة سسبندنج ايجنت تخليها تتعلق في السائل هتروح متعلقة فيه بسهولة لانها خفيفة وصغيرة. تمام؟ يبقى ليه بختار ان المادة الفعالة البارتكل السايز بتاعتها تكون صغيرة؟ اقول له عشان حاجتين، ديكريزنج البارتكل السايز، لو قللت حجم الجزيئات هيعمل انكريزنج للابسوربشن والبايو افابيليتي، هيخلي المادة الفعالة تمتص بسهولة واسرع وحيويتها تزيد، وهيقلل عملية السيديمينيشن يعني هيخليها ما تترصبش في قاع الأنبوبة في السسبنشن بسهولة، decrease the rate of sedimentation مش هيحصل وتترصب في قاع الأنبوبة. طب ولنفترض ان الجزيئات بتاعتي حجمها زاد، عدى مثلا 5 مايكرون، ده يعمل لي مشاكل؟ قالك يعمل لك مشاكل في حاجتين لو عدى 5 مايكرون، حاجتين بس. لو هتصنع مثلا قطرة، لو صنعت قطرة وحجم المادة الفعالة اللي منتشرة في النقط بتاعتها لانها منتشرة مش دايبة 5 مايكرون، هتخش تعمل لك التهابات شديدة جدا في العين، لان عينك حساسة جدا ما تستحملش الحجم الضخم ده، بالنسبة لها 5 مايكرون ضخم. او حاجة تانية، انك لو هتصنع حقنة وحجم المادة الفعالة المنتشرة في السائل 5 مايكرون، هتقفل لك اصلا السن بتاع الحقنة، السن بتاع السرنجة هيتقفل، مش هيخرج المادة الفعالة ولا حتى السائل، هيتقفل. فيقول لك ايه بقى؟
لارج بارتكل سايز، الجزيئات اللي حجمها ضخم اللي اكتر من 5 مايكرون، هتسبب ايه بقى؟ الريتيشن، التهابات لو دهنتها على العين، اف ابلايد تيبيكال اون اي او حطيت قطره منها في العين، كلوجينج تقفل النيدل اوف انجكشن، السنه بتاع السرنجه او بتاع الحقن. يبقى اول حاجه وانا بصنع السسبنشن اخد بالي من حجم الجزيئات، لانه كل ما قل كل ما الابزوربشن والبايوهابيليتي تزيد والسيديمينيشن يقل، وانك لو زودت حجم الجزيئات عن 5 مايكرون لو ده دهنته على العين كسسبنشن او استخدمته كقطره هيسبب الريتيشن، ولو اديته لشخص في حقنه هيقفل الحقنه، كلوجينج اوف نيدل. تمام. بعد كده بنضيف حاجه اسمها ويتنج ايجنت، عوامل مبلله. ايه العوامل المبلله دي يا شباب؟ وركز معايا عشان مهمه جدا وهنشرح فيها. بص ادي نص صفحه، صفحه كامله تانية، صفحه ثالثه، يعني تقريبا صفحتين ونص او ثلاث صفحات. ايه هي الويتنج ايجنت يا شباب؟ ببساطه كده ويتنج ايجنت، ويتنج معناها ايه؟ مبلل. هي ايه الفكره من وجود الويتنج ايجنت؟ انت عندك ماده فعاله بتكره الميه، انسوليبل فيها ومتعلقه في وسطها، فيقول لك بص انت عملت اعجاز بانك علقت الماده دي باستخدام حاجه اسمها سسبندنج ايجنت، لكن خلي بالك برضو هي موجوده مش حابه الميه، هي متعلقه غصب عنها، حد مكتفها، فهتقعد طول الوقت تحاول انها تكسر التكتيفه دي وتترسب في قاع الانبوبه. قال لك طب ما نخليها تحب الميه شويه، نروح حاطين عليها مواد اسمها ويتنج ايجنت. تعمل ايه الويتنج ايجنت دي؟ تقلل التوتر اللي حاصل بين الماده الفعاله والميه. التوتر ده يقل ازاي؟ التوتر ده حاصل لفكرة ان جزيئات المادة الصلبة بيكون جواها فراغات هوائية، طول ما الفراغات دي موجودة في جسم المادة الصلبة طول ما هي مهبولة مش مرتاحة عاوزة تمسك في واحدة تانية تخليها تخش تعشق جوا الفراغات دي، تخليها تخش تقفل الفراغات دي، فهي موجودة جوا المية متضايقة وفي شوية هوا في جسمها من جوا مخلينها مش مستقرة وبتدور على اي سوليد زيها تمسك فيه. طب ده عيب ولا ميزه؟ ده عيب كبير جدا، لان لما السوليد ده يمسك في السوليد اللي جنبه في اللي جنبه في اللي جنبه يروح مكونين لي كتله ضخمه تقدر تترسب تحت بسهوله والسسبنشن باظ. عشان كده عملت حاجه اسمها ووتنج ايجنت، ماده مبلله تروح داخله على الماده الصلبه تخش على الفراغات الهوائيه بتاعتها وتستبدلها بميه او تستبدلها بحاجه بتحب الميه، فساعتها الماده الفعاله اول حاجه ما عادش عندها فراغات تخليها تدور على غيرها تمسك فيه عشان تملى الفراغات دي، وتاني حاجه تخليها تحب الميه لان الماده الفعاله او لان الحاجه اللي ملت الفراغات دي بتحب الميه. فيقول لك ايه بقى؟ ادينج ووتنج ايجنت، تحط مواد مبلله. وظيفه الووتنج ايجنت ايه؟ اقلل التوتر اللي حاصل بين الميه والماده الفعاله، وهقلل التوتر اللي حاصل بين الهواء اللي موجود في جزيئات الماده الفعاله والميه. فيقول لك ايه؟ ديكريز الانترفاشيال تنشن، هقلل التوتر اللي حاصل بين الليكويد والباودر. ديكريز الانترفاشيال تنشن بين مين ومين تاني؟ الاير انسايد السوليد، الهواء اللي موجود في الباودر بتاعي او في الماده الصلبه والليكويد فيز. لما يجي يقول لك بقى عرف لي الويتنج ايجنت تقول له ايه؟ بالعربي كده هتقول له دي ماده بستخدمها عشان اقلل الانترفاشيال تنشن اللي بيحصل بين الباودر والميه. ازاي؟ عن طريق ان الويتنج ايجنت ده بيدخل ويستبدل نفسه مكان الفراغات الهواء اللي موجوده في جسم الماده الفعاله فيخليها تحب الليكويد تنتشر خلاله. يبقى هو الويتنج ايجنت ماتيريال او ماده بتستخدم عشان تقلل التوتر الحاصل بين البودر والميه. تمام، يبقى ماده بتستخدم عشان تقلل التوتر الحاصل بين البودر والميه. ازاي يا سيدي؟ عن طريق ان هي بتستبدل نفسها مكان الفراغات الهوائيه اللي موجوده في جسم البودر، وهي كمان بتحب الميه، فتاخد البودر وتقول تعالى حب الميه معايا فينتشر خلال الميه. يقول لك ايه بقى؟ الويتنج ايجنت زي ار ماتيريال يوزد تو، هي عباره عن ماده بتستخدم ل ريديوس ذا انترفاشيال تنشن، تقلل التوتر اللي بيحصل بين مين ومين؟ بتوين ذا سوليد اند ذا ليكويد، بين الماده الصلبه والسائله. سو وعشان كده سو ذات ذا ابسوربد اير، الهواء الممتص في جسم المادة الصلبة هيستبدل بالويتنج ايجنت. از displaced، هيستبدل from the solid، من المادة الصلبة surface، من سطح المادة الصلبة بليكويد باي ليكويد. ده هيعمل خلي ايه بقى؟ هيخلي البارتكل سايز dispersed readily through out the liquid، هيخلي المادة الصلبة وجزيئاتها تنتشر في الليكويد. يبقى الويتنج ايجنت بيقلل التوتر الحاصل بين المادة الصلبة والمية عن طريق ان الهواء اللي موجود على سطح المادة الصلبة بيستبدل بسائل بيحب المية فيخلي المادة الصلبة تنتشر في المية. عندنا امثلة على الويتنج ايجنت، ثلاثة تقريبا ويتنج ايجنت، ثلاثة ويتنج ايجنت. اول واحد منهم اخونا واشهر واحد هو مين؟ السيرفكتنت.
السرفاكتنت شباب الاتش ال بي بتاعته من 7 ل 9، يعني الهيدروفيليك لايبوفيليك بالانس، حبه للزيت للميه نسبته من 7 ل 9، عشان كده قال لك استخدمه كويتنج ايجنت. اشمعنى؟ لان من 7 ل 9 ده معناه ان هو بيحب الميه اكتر من الزيت، لكن قريب شويه من الزيت عشان ساعتها لما احطه يعرف يقرب لي من الماده الفعاله. لما كنا بنستخدم السرفاكتنت في الايمالشن كان بيعمل ايه؟ بيقلل التوتر السطحي الحاصل بين الميه والزيت. طب هنا هيقلل التوتر السطحي الحاصل بين مين ومين بقى؟ بين الميه وبين الماده الصلبه. عن طريق ايه؟ احنا عارفين ان السرفاكتنت يا شباب شبه التعبان، عباره عن راس محبه للميه وديل محب للزيت. قال لك الراس المحبه للميه دي بيكون فيها حلقه من ذرات الهيدروكربون، هيدروكربون تشين، سلسله كده من ذرات الهيدروكربون. السلسله دي بتكون بولر. بتعمل ايه بقى السلسله دي؟ بتخش تبلل السوليد في الفراغات الهوائيه اللي على سطحه. فاول ما تملى الفراغات الهوائيه دي بالميه او بالحاجات الهيدروكربون دي اللي هي البولر، بيجري السوليد يستقر وينتشر في الميه وهو مش قلقان من حاجه. فيقول لك ايه؟ السرفاكتنت ان ايمالشن. في الايمالشن كنت بستخدمه عشان اقلل التوتر السطحي بين الاويل والميه، اما في السسبنشن بيقلل التوتر السطحي الحاصل بين السوليد والليكويد، ديكريز الانتر فاشيال تنشن بتوين السوليد والليكويد. ازاي؟ اتهاز هيدروكربون تشين بيحتوي على سلسله من الهيدروكربون اللي بتكون هيدروفيليك او بولر، ويتش از هيدروفيليك او بولر، تقدر تبلل السوليد فتخليه مستقر ومنتشر في الميه، ويتش كان هيدريت ذا سوليد، بتبلل السوليد. طيب ازاي السرفاكتنت بيشتغل؟ لسه قايلين من شويه، عباره عن راس وديل بيوزعوا نفسهم بين الماده الفعاله وبين السائل. فالديل هيروح لمين؟ الديل هيروح للماده الفعاله لانه بيحب الزيوت والدهون، اما الراس هتروح لمين؟ للسائل. فبقى عندي كده زي ايه؟ لينك، رابطه بتوصل الماده الفعاله بالسائل عن طريق السرفاكتنت. بقى عامل زي كوبري كده، ديله ماسك في الماده الفعاله وراسه ماسكه في السائل، فمسك الاثنين ببعض. فيقول لك ايه بقى الميكانيزم بتاعه؟ ات كومبوزد اوف هيدروفيليك هيد، بيتكون من راس محبه للميه ولايبوفيليك تيل وديل محب للزيت. سو الموليكيولز ويل ارينجز ذيم سيلف، عشان كده جزيئاتها هترتب نفسها. الراس هتروح للاكوا سبيس اللي هي الميه، الهيد جو تو اكوا سبيس، اند التيل والديل بيروح للسوليد بارتكلز اللي هو جزيئات الماده الفعاله. عندك امثله على السرفاكتنت؟ اه، على حسب السرفاكتنت ده هيستخدم عشان اصلا نعمله سسبنشن، يستخدم خارجيا ولا داخليا؟ لو سسبنشن هيستخدم خارجيا، فالامثله بتاعته الاسبان والتوين. اي سسبنشن بيستخدم على الجلد من بره، قصدي بيستخدم عشان يتبلع كدواء شرب او غيره، بستخدم الويتنج ايجنت بتاعه سيرفاكتنت اسبان وتوين. الاسبان اسمه سوربيتان استر والتوين اسمه بولي سوربيت. اما لو هصنع سسبنشن بيدهن على الجسم من الخارج، فبستخدم ويتنج ايجنت يا شباب اسمه صوديوم لوريال سلفيت. بستخدم ويتنج ايجنت اسمه ايه؟ صوديوم لوريال سلفيت. طب ليه يا دكتور ما ينفعش استخدم صوديوم لوريال سلفيت في حاله الاورال؟ قال لك لانه توكسيك فما ينفعش تبلعه. يبقى انا عندي السرفاكتنت في منه نوعين. النوع الاولاني بيستخدم في حاله الاورال يوز زي الاسبان والتوين. الاسبان اسمه الكيميائي سوربيتان استر والتوين اسمه الكيميائي بوليسوربيت. اما النوع الثاني بيستخدم الاكسترنال يوز زي الصوديوم اللي هو ال ان اي لورايد سلفيت، ما ينفعش استخدمه اورال لانه بيكون توكسيك. تركيز السرفاكتنت بالنسبه للمحلول بتاعي كام؟ قال لك تركيزه بيكون 1%، 1/10% كويتنج ايجنت. يعني عندك 100 ملي محلول هتحط 1/10% ملي كويتنج ايجنت من السرفاكتنت. موست سرفاكتنت ار يوزد ان كونسنتريشن اب تو 1/10% از ويتنج ايجنت، بيستخدم يعني بقى 1/10% بس من التركيز المحلول بيستخدمه كويتنج ايجنت. ليها عيوب السرفاكتنت؟ عيبين مهمين جدا. اول حاجه ان هو بيكون رغوه كتير جدا، فده بيبوظ السسبنشن، وان بيكون نوع من انواع السسبنشن اسمه دي فلوكيوليتد سسبنشن، وده حاجه غير مرغوبه. يعني يا دكتور دي فلوكيوليتد؟ انا لسه في المحاضره دي بالتفصيل. يبقى هي عيوب السرفاكتنت ك ويتنج ايجنت حاجتين، بتعمل اكسسس فومينج، بتعمل رغوه كتير جدا. الحاجه الثانيه انها بتدي حاجه اسمها دي فلوكيليتد سسبنشن. دي فلوكيليتد سسبنشن هنعرفها قدام بالتفصيل. ده بالنسبه للسرفاكتنت. النوع الثاني من الويتنج ايجنت اسمه هيدروفيليك كولايتس. زي مين الهيدروفيليك كولايتس؟ فاكر لما كنت بتدرس في الامالسفاينج ايجنت اللي جاي من مصدر طبيعي اللي هو الاكاشيا والتراجا كانس والسيلولوز؟ اه، هم دول الاكاشيا والتراجا كانس والسيلولوز ومعاهم ماده اسمها بنتونايت. بص من اسمهم هيدروفيليك، هيعملوا ايه؟ هيروحوا جايين على جزيئات الماده الصلبه اللي هي البارتكلز اللي هي الماده الفعاله دي، ويروحوا عاملين حواليها كور او غطا بيحب الميه. هي الماده الفعاله بتحب الميه وبتكرهها، بتكره الميه جدا. يبقى هي عباره عن ماده بتكره الميه محطوطه جوه غطا بيحب الميه. فالغطا اللي بيحب الميه هيروح واخد الماده الفعاله دي ويخليها تحب الميه هي كمان وتنتشر في وسطها، لان انا ما يهمنيش ايه اللي جوه، يهمني الوسط الخارجي
اللي انا بتفاعل معاه. قال لك الوسط الخارجي دوت اللي هو الغلاف اللي انا كونته بيحب الميه، خلاص يبقى حاطه هو اللي جواه وخليه ينتشر في الميه ويتعلق. فيقول لك الهيدروفيليك كولويدس الامثله عليها الاكاشيا والتراجا كانس والسلوز والبنتونايت. الميكانيزم بتاعها ايه؟ ميك هيدروفيليك كوت، بتعمل له غلاف محب للميه الراوند سوليد بارتكلز حوالين جزيئات الماده الفعاله which is، واللي بيكون هيدروفيبك، والماده الفعاله دي هيدروفوبك يعني بتكره الميه. سو لما بقى بتعمل كده كونت غلاف بيحب الميه، هتزود الهيدروفيليستي بتاعته، هتخليه هو كمان يحب الميه. سو انكريز ذا هيدروفيليك كاركتر اوف السوليد، فزود الويتابيليتي فيقدر يبلها بالميه. يبقى الشغل بتاع الهيدروفيليك كولايدس ازاي؟ تروح عامله زي غلاف او قشره كده حوالين السوليد، القشره دي بتحب الميه والسوليد نفسه بيكره الميه، فبيسبب بس انا خلاص حطيت حواليه قشره بتحب الميه، يبقى هو كمان هيبدا يتبلل بالميه ويحب الميه هو كمان. يبقى ميك هيدروفيليك كوت هتعمل غلاف بيحب الميه حوالين السوليد اللي هو هيدروفيبك، فيزود الهيدروفيليستي بتاعته فيخليه يحصل له ويتابيليتي. العيب بتاعه برضو هو نفس العيب بتاع السيرفكتانت، ان هو بيكون حاجه اسمها دي فلوكيوليتد سسبنشن. سسبنشن من نوع حاجه اسمها دي فلوكيوليتد، وهنفهم يعني ايه دي فلوكيوليتد النهارده في الحصه او في المحاضره دي. النوع الاخير من انواع الويتنج ايجنت اسمه سولفنت. سولفنت زي مين يا شباب؟ الكحول والجليسرين. فيقول لك الاكزامبل بتاعت السولفنت الكحول او جليسرول اللي هو جلايسول. اشمعنى دول؟ لانهم ممتزجين مع الميه زي ار ميسبل ويز ووتر. يبقى انا ممكن استخدم حاجه اسمها ويتنج ايجنت، حاجه تبلل الماده الفعاله بالميه اسمها سولفنت زي الكحول والجليسرولز. ليه؟ لانهم ميسبل ويز ووتر بيحبوا الميه. الميكانيزم بتاعهم ايه بقى يا شباب؟ احنا شرحناه فوق على فكره الميكانيزم ده، ان الويتنج ايجنت دي بتروح داخله جوه الفراغات الهوائيه اللي في جسم السوليد تخترقه يعني، وتروح مستبدله الهواء بنفسها. يبقى كان عندي هواء مسبب لي مشاكل وان السوليد بتحاول تمسك في حاجه تانية، استبدلته بحاجه بتحب الميه، فالسوليد هيحب ينتشر في الميه. فيقول لك وظيفته ايه بقى؟ ريديوس الليكويد اير انترفاشيال تو ليك، يعني بيقلل التوتر اللي حصل بين الاير اللي موجود في السوليد والليكويد. فبيعمل ايه بقى؟ سو الليكويد، عشان كده الليكويد بيقدر يخترق الباودر، بينتريت الباودر اند ديسبليس، ويحل محل الهواء ديسبليس ذا اير، فيزود الويتابيليتي بتاعته. فيزود الويتابيليتي بتاعت مين؟ السوليد. يبقى ده الفكره بتاعت مين؟ بتاعت السولفنت، ان هو بيقلل التوتر اللي حاصل بين الهواء اللي موجود في جزيئات الماده الصلبه والليكويد بتاعي. فلما اقلل التوتر ده هيروح الليكويد يقدر يخترق الماده الصلبه فيملى الفراغات دي، فيروح يخلي الماده الصلبه تحبه لان مالها الماده بتحب الميه، فيتتبلل الماده الصلبه فتفضل متعلقه في الميه، متعلقه مش بتدوب برضو، بتتعلق في الميه. دول الثلاث انواع من الويتنج ايجنت: سيرفكتانت وهيدروفيليك كولايدس والسولفنت. بعد كده قال لك هكلمك عن انواع السسبنشن، التايب اوف سسبنشن. والسسبنشن في منه نوعين، يا اما نوع اسمه فليكيوليتد يا اما نوع اسمه دي فلوكيوليتد. فيقول لك السسبنشن في منه نوعين، الدي فلوكيوليتد والفلوكيوليتد. الدي فلوكيوليتد والفلوكيوليتد. الدي فلوكيوليتد يا شباب بيقول لك الفرق بينه وبين الفلوكيوليتد حاجه بسيطه، ان الدي فلوكيوليتد حجم الجزيئات فيه بيكون صغير جدا، واحنا قلنا لو حجم الجزيئات صغير ساعتها معدل ترسيب الماده الفعاله بيكون عالي ولا قليل؟ قليل، لان حجم الجزيئات صغير فالسائل قادر يشيله. يبقى هنا يقول لك ايه بقى؟ الدي فلوكيوليتد سسبنشن هاف فيري فاين بارتكلز، بيحتوي على جزيئات حجمها صغير قوي، لو ريت اوف سيديمينيشن، معدل الترسيب قليل، وفي نفس الوقت معدل اعاده الانتشار قليل. بمعنى حطيت كميه من البودره مش هيترسب منها كتير بسرعه، هيترسبوا كلهم بس ببطء، بدل ما يترسبوا في يوم هيترسبوا في اسبوع، لكن لو اترسبوا مستحيل يرجعوا ينتشروا تاني مهما رجيت. فليها ميزه حلوه قوي انها ما بتترسبش بسهوله، لكن لها عيب كبير جدا انها ما بترجعش تنتشر حتى لو رجيت كتير. فيقول لك الدي فليكيوليت سسبنشن هاز فيري فاين بارتكلز، بيحتوي على جزيئات حجمها صغير جدا، ليها لو ريت اوف سيديمينيشن، لو ريت اوف سيديمينيشن يعني معدل الترسيب قليل، لكن في نفس الوقت الريت اوف ريديسبرشن انها حتى لو اترسبت في الاخر مستحيل هترجع تنتشر تاني، لو ريت اوف ديسبرشن او ريديسبرشن. فكره انها ترجع تنتشر تاني دي فكره صعبه، تمام؟ طيب في نوع تاني اسمه فلوكيوليتد سسبنشن، عكس التاني، الدي فلوكيوليتد حجم الجزيئات صغير، يبقى الفلوكيوليتد هاف فيري لارج بارتكل سايز، حجم الجزيئات بتاعه بيكون كبير،
لان حجم الجزيئات كبير يبقى معدل الترسيب هيكون كبير جدا. يبقى الفرق بين الفلوكيوليتد والديفلوكيوليتد ان الفلوكيوليتد حجم الجزيئات فيه بيكون كبير جدا فهتترسب بسهوله. حط طوبه صغيره كده وارميها في الميه، طوبه صغيره خالص وارميها في الميه هتنزل ببطء جدا، الميه قادره تشيلها شويه بشويه لحد ما تنزل تترسب في قاع الازاز. حط طوبه ضخمه وارميها في الميه تلاقيها هتنزل مره واحده تطص في قاع الازازه او الانبوبه. فيقول لك ايه بقى، فوق كان معدل الترسيب بطيء، هنا معدل الترسيب سريع جدا، لكن في نفس الوقت اول ما ترج تلاقي الكتله الضخمه اللي تحت اللي هي الطوبه الكبيره دي رجعت انتشرت في الميه بسرعه، انما الطوبه الصغيره لا مش قادره تطلع. ليه مش قادره تطلع؟ لانك هتحط طوبه والثانيه والثالثه فهيمسكوا في بعض. يقول لك كل ما كان حجم الجزيئات صغير كل ما كان معدل الترسيب بطيء، لكن في نفس الوقت معدل الرجوع والانتشار بطيء. عارف ليه معدل الرجوع والانتشار بطيء؟ لان انت عندك جزيء صغير وجزيء صغير وجزيء صغير وجزيء صغير هيروحوا ماسكين في بعض لما يترسبوا ويكونوا جزيء كبير مستحيل ان هو يطلع ينتشر تاني، كبير قوي. على العكس بالنسبه للتاني، الجزيء كبير شويه فمش عاوز يمسك في حد تاني، هو مستكفي بنفسه فمش هيمسك بحاجه لما يترسب تحت، فمجرد ما يترج هينتشر تاني. يبقى الديفلوكيليتد ليه عيب وميزه، الفلوكيليتد ليه عيب وميزه. الميزه بتاعت الديفلوكيليتد ان حجم جزيئات صغير قوي فبيترسب بصعوبه، لكن بيرجع ينتشر تاني لو اترسب بيرجع ينتشر بصعوبه، بيرجع ينتشر برده بصعوبه. اما الفلوكيوليتد حجم جزيئات كبير جدا فمعدل ترسيبه سهل لان حجم الجزيئات بتاعه كبير، لكن معدل عودته للانتشار سهل جدا، يعني مجرد ما هترج كده هترجع انتشر في السائل. عشان كده عامل لك مقارنه بين الديفلوكيوليتد والفلوكيوليتد. اول حاجه حجم الجزيئات في الديفلوكيوليتد صغير، في الفلوكيوليتد كبير، معدل الترسيب في الديفلوكيوليتد بطيء اما في الفلوكيوليتد سريع. لكن بقى الريدسبيرشن اللي هو لو حصل ترسيب وعاوز ترج تاني هترج الدواء اللي هتاخده ورج جيدا قبل الاستعمال، لما تيجي ترج السسبنشن اللي نوعه ديفلوكيوليتد مش هيرجع الماده الفعاله تنتشر تاني في السائل، الماده الفعاله بتاعتك مش هترجع تنتشر في السائل تاني. اما في حاله الفلوكيوليتد الماده الفعاله هترجع تنتشر في السائل تاني بسهوله. يبقى الديفلوكيوليتد بيكون ريفيرسابل، ما بينعكسش تاني لو اترسب، انما الفلوكيوليتد ميزته ان هو بينعكس تاني لو اترسب. من الاخر يعني بيقول لك ان الديفلوكيوليتد لو اترسب السسبنشن بتاعك باظ، عوضك على الله. فيقول لك ايه بقى، الريت اوف ري ديسبيرشن ديفيكالتي في الديفلوكيوليتد نتيجه حدوث عمليه اسمها كيكينج او كلايز، بيتكون كتل ضخمه تحت، الجزيئات الصغيره تمسك في بعض وتكون لي حاجه شبه كيكه ضخمه جدا مستحيل ترجع تنتشر. اما في الفلوكيوليتد ايزلي او ريفيرسابل، سهل جدا انها ترجع تنتشر تاني مع الرج. الجرعات في الديفلوكيوليتد الجرعه بتكون دقيقه اكوريت بيفور كيكينج، اما لان يعني ايه مش فاهم الكلام ده، يعني اكوريت بيفور كيكينج ايه؟ يعني قبل ما الماده الفعاله تترسب كانت الجرعه دقيقه جدا. ايه السبب؟ ان معدل ترسيبها بطيء فلسه ما ترسبتش فمنتشره كلها في السائل بنفس النسبه، فبتاخد جرعه مناسبه جرعه مظبوطه. يبقى اقول لك قبل ما يحصل كيكينج يعني قبل ما تترسب تحت وتكون كتل ضخمه بتكون جرعاتها دقيقة جدا لانها ما بتترسبش بسهولة. اما الناحية التانية دايما جرعاتها بتكون inaccurate. ايه السبب؟ انها بتترسب بسرعة، كل شوية تترسب، يعني ترج وتيجي تدي الدواء تلاقيها ترسبت تلحقش تدي الدواء، فده عيب كبير قوي في الفلوكيوليتد. شكل الجزء المادة اللي تترسب في حالة الديفلوكيوليتد بتكون كيك او كلاي، يعني كتلة ضخمة جدا شبه الكيكة. اما الفلوكيوليتد بتكون لوز، بتكون ايه؟ لوز، شربط على مش بيرجع بالرج دي سيبك منها. الديفلوكيوليتد بيكون نوت كلير، يعني دايما تحس ان هو معكر لان الجزيئات بتاعته متعلقه ما بتترسبش بسهوله. اما الفلوكيوليتد بتكون كلير لان في اغلب الوقت جزيئاته بتترسب تحت وبتستنى انا ارجعها عشان ترجع تاني. يبقى المقارنه بينهم، حجم الجزيئات في الديفلوكيوليتد صغير في الفلوكيوليتد كبير، معدل الترسيب في الديفلوكيوليتد قليل، معدل الترسيب في الفلوكيوليتد عالي وده عيب. الديفلوكيوليتد لو اترسب ما بيرجعش تاني الريفرسبل وده عيب، انما الميزه في الفلوكيوليتد ان هو لو اترسب بيرجع تاني. في ميزه في الديفلوكيوليتد ان قبل ما يترسب بتكون الجرعه دقيقه، اما الفلوكيوليتد الجرعه مش دقيقه دايما. شكل الماده الجزء اللي هيترسب في الديفلوكيوليتد شبه الكيكه كتله ضخمه، اما هناك لوس يعني كتل صغيره منفصله عن بعضها، هنا بيكون نوت كلير او كلاودي دايما معكر بالمواد الفعاله الصغيره اللي لسه ما اترسبتش، هناك بيكون كلير لان في اغلب الوقت الماده الفعاله مترسبه ومحتاج ترجها. بيقول لك ايه يعني كده كل واحد منهم ليه عيب. العيب بتاع الديفلوكيوليتد ان لو اترسب مستحيل يرجع تاني مهما عملت شيكينج. فيقول لك ايه، اف اتس بريسيبتيت، لو اترسب ات كان نوت ري سسبنسد، مستحيل يرجع يتعلق تاني باي شيكينج. ايه السبب؟ لانه ليه سلو ريت اوف سيتلينج،
ليه معدل بطيء جدا في انه يرجع، يكاد يكون منعدم because of the slow rate of settling. اما الفلوكيريتد بقى عيبه ايه؟ ان هو بيترصب بسهوله، high rate of sedimentation. يبقى واحد بيترصب بصعوبه، لكن لو اترصب ما بيرجعش تاني باظ. واحد تاني بيترصب بسهوله جدا، اول ما تحطه يترصب للاسف، لكن مجرد ما بترجه بيرجع ينتشر تاني. يبقى العيب بتاع الاولاني انه اترصب باظ، ما ينفعش يحصل له ريسسبنسنج. انما العيب بتاع التاني اللي هو الفلوكيوليتد ان هو بيترصب بسهوله، هاي ريت اوف سيديمينيشن. طيب دلوقتي يا دكتور انت قلت لي ان السسبنشن في منه نوعين، نوع اسمه فلوكيوليتد ونوع اسمه دي فلوكيوليتد. من وجهه نظرك انا استخدم مين، مين الافضل فيهم؟ قال لك في حاجه اسمها ايديال سسبنشن. بص الايدال سسبنشن يعني هو المثالي اللي انت تستخدمه هو الفلوكيوليتد. فواحد يجي يسالني سؤال يقول لي ده انا اول ما بحط الماده في حاله بتاعتي تترصب تحت، واول ما ارج اجدد الدواء للمريض الاقي الماده في حاله ترصبت تحت. قال لك ما احنا بص هنعمل تعديل بسيط قوي في الفلوكيوليتد ده، هنحط حاجه اسمها فيسكوزيتي موديفاير، يعني هزود اللزوجه بتاعت السائل بحيث لما احط الماده في حاله الاحتمال ضغط ما تقعش تحت. الفيسكوزيتي موديفاير دي بتروح مكونه بتزود السمك بتاع السائل، فبتعمل حاجه شبه شبكه كده تروح لقطه الماده الفعاله قبل ما تنزل تحت، تمام؟ فتخلي معدل الترصيب بتاعها بطيء. هو كده كده هيحصل لها ترصيب بعد وقت معين، بس انا مش خسران حاجه ما يحصل لها، هروح راجل هترجع تاني لان الفلوكيوليتد بيحصل له اعاده تعلق بسهوله. يبقى الفكره في الفلوكيوليتد ان عاوز اتغلب على العيب بتاعه اللي هو ده الهاي ريت اوف سيميليشن، ان الماده الفعاله بتترصب بسرعه. اعمل ايه؟ احط لها معوقات في طريقها، خليها تترصب ببطء عشان لما ارج وتنتشر ما تترصبش بسرعه، لا تبقى تفضل منتشره عن طريق ان انا اوقف طريقها شويه، احط حاجه سميكه تمنعها من انها تنزل بسهوله. انما لو انت بقى ركنت الازازه يومين رجعت لقيتها مترصبه، والله ما زعلان، ما انا هرجع ترجع تنتشر تاني، على عكس الديفلوكيوليتد. فيقول لك ايه هو الايدر سسبنشن؟ قول له هو الفلوكيوليتد بس انا هحط فيسكوزيتي موديفاينج ايجنت، يعني مواد تزود اللزوجه فتمنع ان عمليه الترصيب تتم بسرعه. فيقول لك الايدر سسبنشن هو فلوكيوليتد سسبنشن كونتيننج فيسكوزيتي موديفاينج ايجنت. تمام يا شباب؟ بعد كده في ملحوظه انا اعتقد ان هي تيجي في الامتحان، سواء تشوز او ترو فولس او ماتش او غيره. الدكتوره تقول لك قارن بين الفلوكيوليتنج والديفلوكيوليتنج على حسب قوه التجاذب والترابط والتنافر بين جزيئاته. بص الدي فلوكيوليتد حجم جزيئاته صغير، ودايما طول ما الحجم صغير يبقى قوه الترابط قويه جدا، كل واحد عاوز تمسك في الثانيه، وقوه التنافر بطيئه صغيره. يبقى اول ما تسمع كلمه دي فلوكيوليتد تقول له ان الجزيئات حابه بعض وعاوز تمسك في بعض، عشان هي صغيره فعاوزه تكون عيله كبيره فيحاولوا يمسكوا في بعض، فمفيش تنافر بينهم. على العكس في الفلوكيوليتد حجم الجزيئات بتاعته كبير ففي تنافر بينهم، كل واحد بقى شامم نفسه ومش عاوز التاني في حاجه وفي خناقات، فحجم التنافر بينهم كبير. يبقى يقول لك ايه بقى الدي فلوكيوليتد؟ بما ان حجم الجزيئات صغيره يبقى هاي فورس اوف اتراكشن، في تجاذب قوي، ولو فورس اوف ريبالشن، وفي تنافر ضعيف جدا يكاد يكون معدوم. اما الفلوكيوليتد بيكون فيها has low force of attraction، معدل التجاذب فيها بطيء لان كل واحد في حجم الجزيئات بتاعته ضخمه وكبيره، فمحدش عاوز يمسك في حاجه، كله مستقر، ومعدل التنافر كبير جدا. ده في العكس كمان كل واحد مش طايق التاني، has high force of repulsion، معدل التنافر بين جزيئاته بيكون عالي. يبقى تاني الديفلوكيوليتد بما ان حجم جزيئاته صغير ففي اتراكشن عالي بينهم وريبالشن قليل جدا، العكس في الفلوكيوليتد حجم جزيئات كبير فهم مش حابين بعض فمفيش اتراكشن والريبالشن عالي جدا. طيب بعد كده عندك حاجه اسمها ديجري اوف فلوكيوليشن. ايه معنى الكلام ده؟ مش انت قلت ان انت هتضيف حاجه اسمها فيسكوستي موديفاينج ايجنت، بنسميها احنا ايه؟ فلوكيوليتنج ايجنت، مواد هتزود اللزوجه او السمك بتاع السسبنشن، او من الاخر كده تمنع ان السسبنشن يحصل فيه سيديمينيشن بشكل سريع، ترصيب الماده في حاله بشكل سريع. قال لك الديجري اوف فلوكيوليشن ممكن تظبطه او تزوده لما تضيف ثلاث مواد، الكترولايت، مواد تحمل شحنات كهربائيه، او سيرفاكتنت، او بوليموريك فلوكيوليتنج ايجنت. كل واحد عليه كلمتين. الكترولايت من اسمه كده يا شباب بيقلل حاجه اسمها زيتا بوتنشال. عارف ايه زيتا بوتنشال دي؟ ان اللي هي مسؤوله عن اللي هي تبادل او اختلاف الشحنات الكهربائيه. كل ما يقلل اختلاف الشحنات الكهربائيه، يعني كل ما يخلي الشحنات الكهربائيه متشابهه كل ما كانت حاجه حلوه، لان لما يبقى فيه شحنات كهربائيه متشابهه كل ما يحصل ده يحصل ايه؟ ريبالشن. وانا عاوز الريبالشن يحصل، لان لو حصل اتراكشن يبقى الجزيئات هتمسك في بعض فتكون لي كتل ضخمه، فالكتل الضخمه دي لما تتنصب تحت مستحيل تطلع فوق تاني لو عملت سيرفنس.
بيقول لك وظيفه الالكترولايت ان هو بيقلل الزيتا بوتنشال، يعني بيقلل الاختلاف في الشحنات الكهربائيه، فده هيروح مقلل مزود الريبالشن فيحصل تنافر بين الجزيئات فما يحصلش اتراكشن فما يتكونش كتل ضخم. امثله على الالكترولايت المواد الغير عضويه زي الاسيتيت والفوسفيت والستريت، وقال لك خد ملحوظه بسيطه انك ما تستخدمش الترايفيلنت الكترولايت، الالكترولايت ثلاثي الشحنه. ليه؟ استخدم المونوفيلنت احسن منه، لان الترايفيلنت بيكون توكسيك. وخد ملحوظه كمان انك لو ضفت الكترولايت بكميات كبيره قوي هيعمل حاجه اسمها تشارج ريفرسال، يعني بدل ما انت كنت عمال تضيف الكترولايت عشان يخلي الشحنات كلها متساويه، لو زودت الالكترولايت زياده عن اللزوم هيروح قلب لك كل الشحنات نصها موجب ونصها سالب، فالتجاذب بيحصل بشكل قوي جدا فيتكون كتل ضخمه تترسب في قاع الانبوبه والسسبنشن يموت. تعالى نرى الكلام ده مع بعض. الالكترولايت الميكانيزم بتاعه زي الترا زيتا بوتنشال اوف ديسبيرسد بارت، بيغير الزيتا بوتنشال بتاعتهم ازاي؟ بيقلل الزيتا بوتنشال، لوور الزيتا بوتنشال، فعشان كده الفلكيوليتنج بيحصل. ادينا امثله عليه ان اورجانيك الكترولايت زي الاسيتيت فوسفيت سيتريت، اوعى تستخدم الترايفيلنت واستخدم احسن المونوفيلنت لان الترايفيلنت بيكون توكسيك. تجنب انك تضيف الكترولايت كتير. ليه؟ بص هو كاتب كده ايه هنا از تشينج ريفرسال، لا هي تشارج ريفرسال، الشحنه هتتغير. يبقى بدل ما كانت كله سالب هيبقى نصه سالب ونصه موجب، مي اكيور، وساعتها هيحصل الديفيكوليتد سيستم بتاعها هيرجع يتكون تاني، ودي مشكله يعني هيتكون كتل ضخمه تاني هتبوظ الموضوع. طيب ده بالنسبه للالكترولايت. بعد كده عندك حاجه اسمها السيرفكتانت، ببساطه كده من الاخر السيرفكتانت يروح داخل يروح جاي على كل المواد الفعاله ومحملهم شحنه متعادله، ولا سالب ولا موجب، سالب وموجب مع بعض شحنه متعادله، فما يحصلش اي تجاذب بين اي واحد والتاني فما يتكونش كتل ضخمه تترسخ. السيرفكتانت رايح نفسه قال لك اعملوا نيوتراليزيشن لهم كلهم، ايونيك سيرفكتانت ميك الفلوكيليشن باي نيوتراليزيشن اوف تشارج اون ايتش بارتكلز، بيعادل الشحنات على كل الجزيئات فيمنعهم ان هم ينجذبوا مع بعض ويترسبوا تحت. اخر واحد اسمه بوليميريك فلوكيليتنج ايجنت، بوليميريك فلوكيليتنج ايجنت، عارف زي مين؟ برضه زي اللي هو الستارش والتراجا كانس والسيليلوز والسيليكيت والالينيت، عارف دول كنا بنستخدمهم كايه في الايمالشن؟ مش حاجه اسمها اكزيلري ايمالسيفاينج ايجنت اللي هي بتساعد ان الفيسكوزيتي بتاعه المحلول تزيد؟ هو نفس الفكره هنا في البوليميريك فلوكيليتنج ايجنت، ده بيكون زي شبكه كده، شبكه عنكبوت بتزود السمك او الكثافه بتاعه المحلول، فاول ما يقع من المحلول اي ماده فعاله تترسب تحت شبكه العنكبوت دي تروح لقطاها وتروح معلقاها في المحلول، تقول لها مش هتنزلي تحت هفضل معلقاك اعمل لك هولدنج. يبقى ايه هو بوليميريك فلوكيليتنج ايجنت؟ عديد من المواد اللي بتعمل فلوكيليشن. ايه فلوكيليشن؟ تكون شبكه في السائل تمنع ان الماده الفعاله تترسب وتعمل لها هولدنج في المحلول. فيقول لك ايه امثله على بوليميريك فلوكيليتنج ايجنت؟ الستارش والالينيت والسيليلوز والسيليكيت والتراجاكانز. ستارش سيليكيت تراجاكانز سيليلوز والينيت. ميكانيزم بقى زير لينير بلانشد مولكيولز، برانش فرع، او لايك ستراكتشر اور كروس لينك، كروس بيعمل زي شبكه سيستم. شوف بيقول لك ايه بقى، بيكام ادزوربد اون سيرفيس اوف باودر، هتمتص على سطح الباودر. اشمعنى؟ عشان تعلقه في المحلول، سو هولدنج تو فلوكيوليتد سسبنشن، عشان تعلقه في سطح المحلول، هولدنج فلوكيوليتد سسبنشن. تمام يا شباب؟ يبقى الفكره هنا في كلمه هولدنج انها بتعمل كروس لينك، يعني زي شبكه كده او شبكه عنكبوتيه بتمتص على سطح الباودر فتعلقه في سطح الميه، هولدنج ان فلوكيوليتد سسبنشن. يبقى البوليميريك بامثلتها بالميكانيزم بتاعها سهل. اخر عنوان في المحاضره اخيرا، المحاضره اللي استهلكت مني مجهود كتير جدا مره واثنين وثلاثه في الشرح، حاجه اسمها الرولوجي اوف سسبنشن. ببساطه كده انا اسالك كام سؤال وانت اقول صح او غلط وبعدين نشرح، وانا اروح اصنع السسبنشن بتاعي انا عاوزه فعلا لزج او سميك عشان ما يترصبش، لكن في نفس الوقت اروح عامله سميك جدا لدرجه ان هو ما يخرجش من العلبه بتاعه الدواء، هل ده صح؟ لا غلط. يبقى لازم تظبط الفيسكوسيتي انه ما يكونش سميك جدا عشان يخرج من علبه الدواء. الحاجه الثانيه انك لو هتصنع سسبنشن يدهن على الجلد من بره، من وجهه نظرك تعمله الفسكوسيتي بتاعته سايله قوي ولا تكون ماسكه نفسها؟ لا، لو عملتها سايله قوي هيجري على الجلد ويقع، انما يكون خليه ماسك نفسه زي المرهم والكريم كده. يبقى ما تعملوش فلويد، لو يدهن على الجسم من بره ما تعملوش فلويد، لانه لو فلويد هينساب على الجسم من الخارج فانت ما استفدتش منه حاجه. تعالى نرى الكلام ده كده. حاجه اسمها الرولوجي اوف سسبنشن، الانسيابيه بتاعه السسبنشن. ايديال سسبنشن، السسبنشن النقي يعني او المثالي، should have higher apparent viscosity، لازم تكون الفيسكوسيتي بتاعته عاليه. صح. ليه؟ عشان يكون في low rate of shear، معدل سريان او ترسيب للماده الفعاله قليل.
عشان لما اجي اخزن الدواء بتاعي اون ستورج يبقى المواد المتعلقه دي تترسب ببطء قوي، ما اروحش امسك الدواء الاقيها كلها مترسبه او تفضل اصلا متعلقه ما تترسبش خالص. يبقى لازم الفيسكوزيتي بتاعه المحلول بتاع اللي هو السسبنشن تكون عاليه عشان الريت اوف شير اللي هو معدل ترسيب الماده الفعاله يكون قليل، فلما اخزن الدواء لحد ما استخدمه في السوق ما اجيش ابص عليه الاقي الماده الفعاله كلها ترسبت، يا اما الاقي كميه قليله لانها بتترسب ببطء، يا اما الاقي كلها لسه متعلقه اصلا. فيقول لك ايه، ايدل سسبنشن شود بي هاف او شود هاف هاي ابيرنت فيسكوزيتي، لازم فيسكوزيتي تكون عاليه ات لو ريت اوف شير، معدل ترسيب قليل، عشان لما اخزنه السسبنسد بارتكلز المواد المتعلقه دي سيتل فيري سلولي، تترسب ببطء جدا او تفضل متعلقه اصلا. فيقول لك الابيرنت فيسكوزيتي لازم تكون سفيشنت، مناسبه انك لما تيجي تصبها من علبه الدواء تنزل بسهوله، سفيشنت فور برودكت تو بورد ايزلي، تتصب من علبه الدواء بسهوله فروم كونتينر، من علبه الدواء بسهوله. لو هتدهن السسبنشن بتاعك على الجسم من بره، اف سسبنشن يوزد اكسترنالي، تاخد بالك من كام حاجه، من حاجتين، الاو البرودكت تو سبريد ايزلي وزود اكسس دراجنج، يعني مش تعمله سميك قوي لدرجة انك لما تحط على الجلد تقعد تدهنه وتدعك كتير جدا عشان يتدهج على الجلد، لا انا عاوزه برضو يكون السمك بتاعه مش قوي، ما يبقاش سميك جدا يعني، عشان لما احطه على الجلد اقدر ادهنه بسهوله، وفي نفس الوقت ما يكونش فلويد، شودنت فلويد ذات ران اوف سكين سيرفيس، تلاقيه بيجري على اكنك بتصب ميه بتجري على الجلد وتقع. فيقول لك يبقى لما يدهن اكسترنلي ولا منه يكون سميك قوي عشان يبدا سبريد ايزلي، اول ما احطه على الجسم يدهن بسهوله وزود دراجنج من غير ما اضغط عليه، وانه ما يكونش فلويد عشان ما يجريش على الجلد. الحاجه الاخيره بقى انك لو هتصنع حقنه من سسبنشن فتاخد بالك ان الحقنه بتاعتك لازم الماده تخرج بسهوله من السن بتاع الحقنه مع ضغط قليل. ده نعمله ازاي؟ بان حجم الماده الفعاله ما يزيدش عن 5 مايكرون. فيقول لك ايه، if used for injection the product should be pass easily، لازم يمر بسهوله through needle عن طريق السرنجه وزم دورود بريجر، يعني ما تمسكش الحقنه وتقعد تضغط لحد ما تموت المريض عشان تخرج الماده الفعاله، وهو اصلا سن السرنجه مقفول بالمواد الفعاله المنتجه. لا انت لما تيجي تصنع حقنه من سسبنشن يبقى حجم الجزئيات صغير. يبقى نراجع اخر حاجه مع بعض كده، الريولوجي اوف سسبنشن، الفيسكوزيتي لازم تكون عاليه، معدل الترسيب قليل عشان لما اخزنه يبقى الماده الفعاله تترسب ببطء جدا او ما تترسبش اصلا. تاخد بالك من ثلاث حاجات، انك تعمل الفيسكوزيتي تكون سفيشنت مناسبه، انك لما تعمل له بورنج من الكونتينر اللي هو العلبه بتاعه الدواء تخرج بسهوله، لو هتدهن السسبنشن على الجسم من بره تاخد بالك من حاجتين، الفيسكوزيتي بتاعته ما تكونش سميكه قوي عشان ينتشر بسهوله على الجلد سبريد ايزلي، مش تقعد تدهن ساعتين عشان يبدا يعني يدهن على الجسم، عشان ما تعملش حاجه اسمها اكسس دراجنج ادهن كتير، نفس الوقت ما تكونش فلويد عشان ما تجريش على الجلد زي الميه وما استفدش منها، نوت سو فلويد عشان ما تجريش، ران اون سكين سيرفيس. اخر حاجه، لو هتصنع منه حقنه لازم البرودكت بتاعك يعدي بسرعه او بسهوله من السن بتاع او السرنجه سن الابره، يعني من غير ما تقعد تضغط، مع مودريت بريشر، مع ضغط بسيط جدا من غير ما تتعب نفسك. كده خلصت المحاضره بتاعتنا، لسنا محاضره بسيطه جدا وسهله في جزء السسبنشن، اصغر من دي بكتير، مش فيها تفاصيل كتير يعني، وتكون الدكتوره هنا خلصت جزءها اللي هو الايمالشن والسسبنشن، والميد تيرم هيجي على الايمالشن وعلى السسبنشن مع بعض ان شاء الله. اول ما المحاضره الثانيه دي تنزل هشرحها لكم في فيديو، وكده خلص جزء الدكتوره هنا في 5 فيديوهات. يوم الثلاث الجاي، مش اللي هو بكره، الثلاث بتاع الاسبوع الجاي اللي هو قبل الميد تيرم باسبوع، هنزل لكم مذكره اسئله كبيره جدا على جزء الايمالشن والسسبنشن، هتحل اسئله كتير جدا لحد ما تزهق يعني، وتجميع للجزء ده. اللي عنده اي سؤال او حاجه مش فاهمها يبعت لي يا شباب، ونحل الاسئله اللي موجوده في اخر المحاضره وتبعتوها لي. بالتوفيق يا رب.